ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده وصفه انا متعلماها بقالي كام سنه، تقريبا 5 سنين، يمكن من قبل كمان ما اجي قناه الوصفه. اتعلمها من شيف جميله قوي اسمها غاده غدمسي، هي شيف ليبيه بس عايشه هنا في مصر، وتعلمت منها وصفات ليبيه كتير جدا، من اهمها الوصفه دي بصراحه يعني احلاهم على قلبي، انا بحب الوصفه دي جدا جدا. هي وصفه الكسكسي باللحمه، او زي ما بيقولوا كسكسي بالبصله، هما بيقولوا على البصل البصله. وصفه سهله ولذيذه ومختلفه خالص عن طعم الكسكسي اللي احنا بنعمله هنا في مصر. تعالوا نشوف مقاديرنا وازاي هنعمله مع بعض. هحتاج بقى عشان اعمل الكسكسي الحله الجميله دي. الحله دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن جزئين، جزء للمصفى، بصوا شايفين شكله، طبعا ده كده لوحده حله تمام، وبيبقى فيه الجزء ده من المصفى. طب لو انا ما عنديش الحله دي اعمل ايه؟ هحتاج اي مصفى تكون مقاسها مناسب للحله، بحيث ان انا لما احطها كده تمام تبقى الجزء بتاعها عالي ومش نازل لتحت، علشان خاطر ما يبوظليش الكسكسي. اول حاجه هعملها هي اللحمه. اللحمه بتحتاج كميه بصل كبيره جدا، لان هو بيتقال عليه كمان كسكسي بالبصله، فالكسكسي ده بيتعمل باللحمه او بالفراخ، فتقدروا تعملوها باللي انتوا حابينه. هحط هنا شويه زيت، بعد كده هنزل باللحمه، ممكن كمان تستخدموا لحمه ضاني زي ما انتوا عايزين، وهشوحها كويس. واول ما اتاكد ان اللحمه كلها كده اتشوحت معايا كويس، هحط معلقه او معلقتين صلصه كبار. الصلصه هي اساس الوصفه دي يا جماعه، مش الطماطم. وهشوحها كده مع اللحمه. مهم قوي ان انا اشوح اللحمه مع الصلصه كويس، اولا ده بيخلي اللحمه طعمها مختلف، وزي ما قلت لكم هي وصفه في الاساس حلوه ومختلفه. فانا بعد ما اشوحها مع الطماطم هحط عليها معلقه كركم، ده سر الوصفه، او يعني هو اساس الوصفه. مش متخيلين فرق الطعم بقى الكركم على الصلصه، كمان الاضافه اللي جايه دي هقول لكم عليها هي ايه بقى. هي ده فظيع، بينقل الوصفه نقله تانية. وعلى فكره هو اساسي في الوصفه، يعني لو احنا مش حابين الفلفل الحامي ممكن نسيبه زي ما هو، لكن يعني ننزله كده سليم هيديني نكهة بس، ومش هيخلي الأكلة سبايسي. لكن لو أنا عايزاه سبايسي هعمل له فتحات كده صغيرة بالسكينة وأحطه في الوصفة، يديني نكهة كده وريحة وطعم تحفة. هشوح الكركم مع الفلفل والصلصة واللحمة علشان خاطر اللحمة تاخد طعم حلو، وهزود عليهم كمان شطة حمراء. الشطة الحمراء برضو أساسية في الوصفة، ممكن تجيبوها شطة باردة أو اللي هي البابريكا، بتدي طعم مختلف خالص، وهي أساسية برضو في الوصفة. هقلبهم كده مع بعض واسيب اللحمه تاخد من طعم البهارات والصلصه مع بعض، وههدي عليها شويه النار واغطيها. هنا بقى بعد ما اتاكدت خلاص كده ان اللحمه اتشربت من البهارات والصلصه اللي حطيناها، هحط بقى نص كميه البصل. الوصفه دي بتحتاج بصل كتير جدا، دول تقريبا يعني على اللحمه هحتاج بصلتين كبار. ممكن كمان انتوا تبداوا اصلا بان انتوا تشوحوا البصل الاول، بس انا حبيت انزل الصلصه الاول علشان خاطر ريحه اي ريحه فيها مواد حافظه تروح خالص. فدلوقتي بقى هنزل بنص كمية البصل كده تمام، هحط عليها رشة قرفة بسيطة، ممكن تحطوها مع البهارات اللي هي بتتسبك معاها اللحمة في الأول، ورشة بسيطة فلفل. طبعا ما ننساش الملح، ده هنحطه لما تدخل على السوا علشان خاطر بس ما أخرش عملية التسوية. وأقلبهم كويس جدا. بعد ما اتاكد ان البصل دبل كويس هبدا بقى ازود له ميه مغليه كده علشان خاطر اللحمه تكمل سواها. بعد كده هقلب اللحمه كويس قوي، هغطيها بقى تاخد غلو، وبعد كده نكمل باقي الخطوات. بصوا اللحمه اهي اخدت غلو، هحط عليها بقى الجزء الثاني اللي هو الجزء بتاع المصفى. بعد كده بقى هحط النص الثاني من كميه البصل اللي احنا قلنا عليها، اللي هما برده تقريبا بصلتين كبار. هحط البصل، بعد كده هحط عليه رشه ملح علشان خاطر يسرع لي عمليه ان هو يدوب بسرعه، ورشه بسيطه من الكاري، لسه هحط كاري على الحمص تاني، وهقلبهم وهغطي البصل لحد ما يبدا يدبل معايا. هحتاج نص كيلو حمص يكون منقوع ليله ومسلوق تقريبا نص سلقه، وهحطه دلوقتي على البصل بعد ما دبل علشان خاطر يكمل سواه معايا. كل ده طبعا البصل والحمص سواهم بس معتمد على بخار اللي طالع من اللحمه، وده سر على فكره من اسرار الوصفه دي وجمالها، ان هو معتمده على ريحه البهارات الموجوده في اللحمه، فطعمها فعلا بيبقى حلو. هقلبهم كده تقليبه وهغطيهم بقى واسيبهم لحد ما الحمص يكمل سوا. الحمص بتاعي خلاص بدا يدخل في السوا، هحط بقى في حله تانية اللي هنقله فيها.
معلقه زيت وعليها معلقتين صلصه واقلبهم كده لحد ما الصلصه تتشوح. وهنزل بقرنين فلفل. وعندي اساس الوصفه زي ما قلنا الكاري سوري الكركم، هحط معلقه كركم ورشه بسيطه من الشطه وملح وفلفل. كده خلاص الحمص بتاعنا استوى، هنزل بقى بالحمص على الصلصة وهرجع المصفة تاني مكانها علشان هعمل فيها الكسكسي الأول. بس بعد ما نزلت الحمص والبصل هقلبهم مع الصلصة. وبعد ما قلبت الحمص والصلصة مع بعض جه بقى وقت ان انا ازود من مرقة اللحمة. عايزة اقول لكم بقى ان ريحة اللحمة والصلصة والكاري او الكركم سوري انا اسفة بتلخبط، الكركم ريحتهم فظاع مع بعض. طبعا الحمص خلاص استوى، انا بس كده هديله غلوه مع المرقه بتاعه اللحمه علشان خاطر كده يبقى طعمه حلو. هغطيه واسيبه على نار هاديه واعمل كسكسي. اللحمه خلاص بدات تدخل في السوى. عندي بقى الخطوه دي اختياري، هي مش اساسيه في الوصفه بس الحقيقه شفتها في اكتر من حد عاملها، بيحطوا خضار سليمه مع اللحمه وهي خلاص دخل على السوى، كوسه وجزر، والاساسي كان بيبقى قرع العسل. تمام زي ما انتوا عايزين، يعني تقدروا تحطوا الخضار اللي انتوا عايزينه. هحط بقى الجزر كده والكوسه، وما ننساش ان احنا قلنا لما اللحمه تكون داخله على السوى هزود الملح. هقلب كده الخضار مع اللحمه، هرجع بقى المصفه، وعندي نص كيلو كسكسي يكون متوسط الحبه علشان خاطر ما يعجنش منك، يعني ما اجيبهوش اللي هو الناعم خالص. هتغسليه شطفه واحده او شطفتين بكتير جدا، وبعد كده هتصفيه. طبعا هو حجمه بيتضاعف لما بيتغسل. هحطه في المصفه كده مكان البصل والحمص، مفيش اي مشكله. هحط بقى عليه رشه كده بسيطه من الملح، ما حدقوش قوي علشان خاطر طبعا احنا لسه هنحط عليه من المرقه بتاعه اللحمه والصلصه بتاعه الحمص. تمام، وطبعا دول متحدقين. وهحط بعد كده رشه زيت بسيطه، رشه الزيت بتساعدني ان الكسكسي يطلع مفرفر كده وجميل. وطبعا الكسكسي هيستوي على بخار اللحمه من تحت، هسيبه ربع ساعه بالظبط ان شاء الله يكون استوى او تلت ساعه بالكتير. هغطيه بقى واسيبه حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه يستوي، وكل خمس دقائق اديله تقريبا كده علشان خاطر يبقى مستوي كله كويس. وده شكل الكسكسي بعد تلت ساعة. بصوا خلاص استوى، هحط بس كده معلقة من الزبدة تنكد لي الطعم وهقلبها فيه. دلوقتي بقى هنفضي الكسكسي في بولة، شايفينه ازاي مفلفل. وقبل ما نقدمه بقى هحط شوية من مرقة اللحمة وشوية من صلصة بتاعة الحمص وهقلبهم كويس جدا مع الكسكسي. ممكن تزودوها او تقللوها زي ما انتوا عايزين، انا مش بحبها تبقى كتير، يعني بحب كده يبقى الكسكسي بس واخد لون. اهم حاجه ان احنا نقلبه كويس جدا ونتاكد ان الصلصه وصلت لكل الكسكسي. نيجي بقى لاحلى خطوه، ان احنا هنرص الطاجن بتاعنا. اول حاجه هنحطها هي الكسكسي، بعد كده بقى هنحط الحمص. تزيين الطاجن ده بقى كده على حسب ذوقنا. هغرف بقى دلوقتي كده اللحمة. هبدأ كده أرص الخضار. ممكن الناحية التانية كده. بجد انا مبسوطه جدا بالحلقه بتاعت النهارده، لان انا حقيقي كان نفسي اعملها من زمان، ودي من احلى الوصفات فعلا على قلبي. واتمنى يا رب الشعب الليبي كله الوصفه تعجبهم وتكون زي ما هم بيعملوها. ولو في اي كومنت سيبوا لي تعليقكم تحت في الكومنتات. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.